السلام عليكم، كيف وعدناكم في هذاك الفلوغ ان شاء الله اللي غادي يكون جديد بالنسبه لليلى القناويه ان شاء الله. اليوم بغينا نوريكم واحد المقطع خفيف ديال التبيته وكيفاش كتكون التبيته والامور اللي كتحتاجها بالنسبه للناس اللي عارفين، بالنسبه للناس اللي عارفين شويه الحال وعارفين ليلى القناويه شنو هي. راه كيبان لهم كلشي هذا ديال البخور كيف كتشوفوا. هذا الطبق اللي كيكون فيه اللوز والقرقاع و هادي امور معروفه. هادو الزيوف اللي كيتحتاجوا النهار ديال الليله ان شاء الله. هادو البقايا الاخرين ديال التبيت، هادشي ديال الحلوى ديال اتاي واللوز والقرقاع. وكون كتشوفوا معنا ها قناوه ها إيك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيب الله يا جنبي يا مولاي محمد. دربلا سيدي بودربلا ساحة بودربلا ساحة بودربلا وياك هادو مال بوالا العكاز ودربلا ساحة بودربلا ساحة بودربلا يا سيدي داوي حالي وسيدي بودربلا ساحة بودربلا ساحة بودربلا وياك رجعنا في مولانا وانت الكريم داوية يا بلا بودربال يا الله يا بودربال ويا كدوم البوالق يا كسيدي داوي حالي وسيدي بودربال يا الله يا ابو دربالا نزور دار دمانا الله يا رسول الله سيدي داوي حالي سيدي ابو دربالا احنا جينا اليوم ان شاء الله نتسوقوا. هذا النهار ديال الجمعه اللي من بعد التبيته اللي غادي نتسوقوا نديو الذبيح، واليوم اللي تكون فيه النهار ديال الذبيحه عاد من بعد الغد ديال هذا النهار هذا ان شاء الله كتكون الليله ومن بعد ديال النهار الثالث ان شاء الله كتكون خروج الميدا. غادي ان شاء الله نصوروا لكم كل شيء وبقاو معنا الخير ديال مولانا. انتوما كي تشوفوا حنا عندنا العمليه دابا ان شاء الله باش كنهزوا البيب. ومرحبا بكم هنا، راه البطوار اللي كاين في الحي محمدي والوقت اللي جيتوا البطوار القديم الوقت اللي جيتوا هنا مرحبا بكم عند المحل عند سي حميد. ها الرقم 14 ورا العنوان البطوار القديم. غادي نخلي لكم النمره ديالو ان شاء الله في الفيديو. ومرحبا بكل شيء، فاتمينه مناسبه وكل شيء مزيان هنا والكارانتي ساعه ساعه. هنا كي شفتوا معنا من بعد ما جينا من السوق البلاصه اللي تقدينا منها البهيم، احنا وصلنا بخير وعلى خير. وهاد الساعه ان شاء الله كيبدا الحماس هنا مزيان، كل شيء محمس. قناوه راه كيتسناونا ندخلوا هاد البركه، وانتم عايشوا معنا الاجواء كيفاش دايره
وهذه هي الليله القناويه بصراحه راه ماشي 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 بسهل زعما باش تجي وتقول راك غدوز واحد الليله. هذا الشيء هذا شويه صعيب وخصو الوقت وخصو الخاطر. انتوما كي كتشوفوا شويه العجل هنا قبيح، احنا درنا ليه الخنشه على وجهه ومع ذلك ما بغاش يهبط غير بزز. انتوما كتشوفوا كلشي. نخليكم معنا ان شاء الله، مازال الفيديو طويل وساعة سعيدة. وان شاء الله نتمنوا باش كل مرة نبقاو كنشاركوا معكم بحال هاد اللحظات هادو. نتوما كيف كتشوفوا انا كنجبد بحال كنجبد في شي حيط والو. غادي يطلع الدري من فوق ولكن ما كيعرفش هذاك الدري، ما كيعرفش كيخاف ما عرفش. غادي نشوفو نجربو معاه واحد المحاولة. عليك يا مولانا الكريم. يا الله يدير لي فيها الخير ومبروك عليكم هاد الشهر يا بسم الله. وكيف كتشوفو هنا حنا طيحناه وسالات ساعتو. وبسم الله الله أكبر منك وإليك صدق لله في سبيل الله. وهنا بعض الأصدقاء راه معاونين معانا مساكن تاهما، تنشكرهم من هاد المنبر. وخليكم معانا مازال الفيديو طويل شوية. وكيف وعدناكم باش تشاركوا معنا ان شاء الله الفيديو. اليوم هو النهار ديال الليله، واليوم ان شاء الله اللي تقريبا هو اخر نهار، وخمسة نهار اخر ديال خروج الميدان ما قدرناش نصوروه لان ظروف عائليه. وهذا الفلوق بصراحه جا على غفله. اليوم ان شاء الله هادو العزاوي ديال الرباعه، نتوما كتشوفوا راه محمسين كيوجدوا في قروات ديالهم. العزاوي هما ناشطين وفرحانين معانا. ايوا هادشي اللي عطى الله، حتى حاجه ما خبينا عليكم. مهيدو هو راه مقاتل مع داك الطفل، وباقيين الدراري الاخرين راه مشاو كلهم شي يقضي شي شهر وغادي يجيو ان شاء الله نوضوا للعادة دابا. وهنا حنا ضلنا للعادة، وهنا غنكونوا ان شاء الله سالينا الاخر ديال الفيديو هذا. ونتمنوا تشاركوا مع خوتكم ومع احبابكم ومع اصحابكم، بارطاجيو معهم وان شاء الله خليو لنا التعليقات ديالكم الزوينين. وغادي مره نبقاو نحطو نشاركوا معكم بحال هاد الفلوقات ساعه سعيده. Yeah.